في هذا اليوم المبارك، اليوم الذي نحتفل فيه معا بذكرى غالية على قلوبنا، ذكرى الفاتح من نوفمبر، يوم انطلقت الثورة التحريرية التي حررت وطننا الغالي وحققت استقلال. وفي إطار هذا الاحتفال يسعدنا نحن جمعية الشباب لولاية معسكر أن نقدم لكم مجموعة من الفقرات التي تحتفي هذه المناسبة. بمناسبة ذكرى أول نوفمبر 1954 مصادفة للذكرى السبعون نواهب الأطفال حول هذه المناسبة، حيث هناك تفاعل كبير بين الحضور. عما قال يلقي الضوء على بطولات ثورتنا المجيدة التي كانت وما زالت فخر كل الأجيال. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللمصر رحنا نسوق السفينة. وبداية مسيرة النضال الطويل من أجل استقرار واستقلال الجزائر وتقرير مصيرها. ها نحن اليوم جيل بعد جيل نستذكر ونأخذ العبرة من شهدائنا ومجاهدون الأبرار. قررت جمعية الشباب لولاية معسكر أن تقوم بالاحتفال الذي نظمت العضوة أبو شيماء في هذا النشاط. إن شاء الله غادي نطرقوا الفيديو اللي هو على الثورة، كما تطرقنا أيضا لعرض أزياء بمناسبة هذا الفاتح من نوفمبر. شو هذا؟ شو الله يرحمهم، نقول لكم شو هنا ماتوا وراحوا لعرب في الجنة. الله يرحمهم إن شاء الله. نقول للشبيبة هذه تحافظ على هذا الوطن الغالي، ماتوا عليه شهداء بزاف، ماتوا عليه شهداء بزاف، شفناهم بعينينا هكا. المفدي سكريا الله يرحمه جاب هذا النشيد للغدوة، شا يقول فيه؟ يقول للديمان الغالية دفاقة، وللجبال علامنا رفقة، وللجهاد روحنا سباقة، جيش التحرير حنا ماناش في الباقة. نموت ويحيا الوطن. أتمنى أن البرنامج أو الاحتفال يكون نال إعجابكم ويكون بإذن الله في المستوى. وأشكر أيضا السيد بوبركيك سعيد المجاهد اللي حكانا يعني منذ الباهر الشيء اللي عاشه، ويعني اللي كان عاش ثورة يعني حقيقية، واللي نتمنى ربي يرحم الشهداء كامل والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.